حماده صدقي. في الشوط الثاني لعب فخر الدين بن يوسف مكان سيف الدين خوي، وباسم السفري مكان اسامه الحدادي، وفرجاني ساسي في الدقيقه 92. اوكي، طب استاذنك كابتن حشيش قبل ما اعرف رايك واخد راي حضرتك، خلينا ناخد تليفون مهم جدا، واحد من الناس اللي عامله دور هايل جدا جدا في حراس المرمى، مش النهارده بس، حتى من فتره طويله، سواء كان على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات. كابتن ناجي، مساء الفل. مساء الخير عليك، وطبعا بتكلم عليك وعلى حماده وعلى كابتن شريف وعلى كابتن بلال. مبروك يا ناجي. الحمد لله كابتن حماده، الحمد لله. مبروك حبيبي. كابتن ناجي، فوز مستحق بشكل رائع جدا النهارده، الحقيقه تطور رهيب جدا على المستوى التكتيكي، حتى يعني في بصمه بتتعمل، في شغل كويس، في ضغط عالي، ما بقتش يعني مع طبعا مع امكانيات صلاح وخبره صلاح وموهبه صلاح وقدرات صلاح واسم صلاح وكل حاجه، لكن منتخب مصر عنده حلول متفرقه، عنده حلول متنوعه، وده حاجه كويسه جدا يعني حتى على مستوى حراس المرمى، وانقاذ هايل جدا ورائع جدا لمحمد الشناوي في الاخر. كلمني على اللقاء من وجهه نظر كابتن ناجي. الحمد لله مباراه مختلفه واداء مختلف. تغييرات نزلت لعيبه صغيره في السن وادوا اداء لعيبه كبار، يعني مثل محمد محمود ولا طاهر وكل اللي نزلوا، يعني اللعيبه كلها والبنت واللي بره التسجيل وكل الناس كان راح قلبها على قلب بعض، وهو ده مهم جدا. طيب كابتن ناجي، يعني في لغه او في طريقه حوار مثلا ما بينك وما بين حراس المرمى، يعني الناس تهمها تعرف الكلام ده، هل مثلا بيبقى في تواصل اثناء اللقاء؟ يعني نعرف ان المدرب او المدير الفني او المدرب العام بيبقى متواصل مع بقيه الفرقه، لكن حارس المرمى مع مدرب حراس المرمى، اتفضل. عندي ليها في تواصل، في بوزيشن، في اوردرات للعب تحت او اللعب على الجناب او اللعب الطويل، كل حاجه كل دقيقه بتتغير وكل دقيقه بتشوف الجيم محتاج ايه، ومن خلاله بنلعب يعني التكتيك اللي بنحط عليه. كان هم ضاغطين من الاول في من اول ملعب متغاضي من الثلث الاخراني، فكنا بنلعب الكره على البنات في الملعب لمحمدي او لايمن او عند مروان، عشان مروان بيلعب دفاعه كويس، او اذا كنا محتاجين لان الكونتر اتاك عملها كويس قوي النهارده، كمان عمل واحده لصلاح دوره كان واقف في كوره، عمل انقاذ المباراه. انا من رايي انقاذ المباراه، يعني بدل ما هتبقى 3-2، بدل ما هتبقى 3-2 لتونس بقت 3-2 لمصر. بالظبط بالظبط، عمل انقاذ المباراه، والحمد لله ببارك لكل اللعيبه وببارك لكل الجهاز وكل الناس وببارك لكل المصريين. طبعا المباراه مشرفه مشرفه بكل معنى الكلمه. كلام جميل. طيب برضو عايز اعرف ده، لان ده يهم جدا الناس، يعني هل التواصل ما بين المدرب وحارس المرمى بيبقى على طول في ال 90 دقيقه، ولا في كور مؤثره بس، ولا في الهجمات اللي على المنتخب او الفرقه؟ انت بتضغط طول ال 90 دقيقه، بتعمل له اوردر في بعض الاوقات، يعني عشان يبقى يلعب براحته، ولكن في بعض الاوقات بتشوف انت في تغييرات حصلت في الملعب او في شكل تكتيكي حصل من الفريق المنافس، وعلى اساسه انت بتاخد قرارات تبقى لك خايف، لكن ما بتضغطش 90 دقيقه. لا لا، الحقيقه خطوات كويسه، يعني مستوى فني متدرج للصعود يعني، ودي حاجه كويسه جدا. يعني زي ما انا قلت وشرحت كده في البدايه، ممكن يبقى في مباريتين كانوا مع مستويات اقل شويه، لكن النهارده تونس بقى ما بتلعبش بفلان، تونس ما بتجيبش ما اعرفش مين، مش فارقه معايا خالص، انا بتكلم على الاسم والشخصيه والتاريخ. تونس فرقه محترمه جدا جدا جدا، وعندها بجد رائعه، ومباراه كره قدم حقيقيه يعني. طيب انت كابتن، انا بشكل دون كنت ممكن اجيب اجوان. عايزين بقى نقول اللي بيننا للناس، انت دلوقتي مذيع وبتاع وكلام من كده. ايه بتقول ايه؟ بتقول يا كابتن؟ دلوقتي انت مذيع وراجل ليك وضعك وكلام، مش عايزين هو انا اللي قلت انت اللي بتقول. مش عايزين نخش في المواضيع الخاصه اللي بيني وبينك. ماشي. كابتن ناجي شرفتنا، والف مبروك. شكرا سعيد، وكلمنا على كل الناس اللي عندك. الله يسلمك. شكرا. عارف الموضوع ده؟ لا عايز اعرفها. مش عارف؟ لا مش عارف. هو كان رايح يتفرج على واحد صاحبه مدرب. مدرب. فكان تخن شويه كده وبتاع. فالشوط الاول انتهى 1-0 للفرقه اللي ضد صاحبه.